الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق حزمة كبيرة من الإصلاحات لقطاع الصناعة. أضاف ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت أن من بين هذه الإجراءات عدم فرض رسوم جديدة والتجاوز عن الغرامات وتسعير الأراضي ليكون موحداً وتعليق الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات وإطلاق مبادرة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية بفائدة 11%. ولفت إلى أن هناك 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة تجعل الدولة تستورد منتجات بأكثر من 25 مليار دولار، ونوه بأنه يتم التركيز على هذه الفرصة من خلال حوافز وإجراءات تساهم في توطين الصناعة بما يقلل من فاتورة الاستيراد.